صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب لدراسة إعراب القرآن؟ إعراب القرآن فيه كتب للإعراب مثل العكبري، تفسير إعراب القرآن للعكبري، هذا موجود وجيد، وفيه غيره. نعم، والغالب أن التفاسير تعرب الآية، كثير من التفاسير يعتني بإعراب الآية، خصوصا البحر المحيط بأبي حيان، يعتنون بالوجوه اللغوية والإعراب أكثر من غيرهم. المفسرون لهم اتجاهات، منهم من يعتني باللغة والإعراب، ومنهم من يعتني بالفقه، ومنهم من يعتني بالآثار المروية. نعم.